الو، دكتور، السلام عليكم. انا اسف السلام. على التاخير، غصب عني صار معي مشكله بسيطه واضطريت اتاخر، وحتى ما قدرتش ارد عليكم حتى على الواتساب، فمش مشكله. إن شاء الله عادي، مش مشكلة. 10 دقائق تاخرنا ولا 5؟ يلا ماشي. يا عشان طيب ماشي، هسه بعطيك ال الهوست. يا اوكي، طيب اوكي، خليني اعطيك ال طيب شير سكرين، شير. اوكي، خليني اعطيك ال اللهم صل على سيدنا محمد. بارسيت ايفنت، وين مين عندنا؟ شذا، شذا هسه بعطيك الهوست عشان تعملي البرزنتيشن. تفضلي، هاي إن شاء الكنترول الله. معك. ها اوكي، الكنترول معك. أوكي. اعملي لنا شير للباوربوينت تاعك. بس أحتاج كله. تمام، هاينا شفناه. الشباب موجودين؟ موجودين دكتور. مساء الخير دكتور. هلا، مساء النور، مساء الخير على الجميع. أنا آسف على التأخير مرة أخرى للجميع. تفضلي يا عرين. شذا، عفوا. في اثنين بالروم هيك يبدي يقبل اللي بيجيك. ادمت، بس اعملي له اللي بيجي متاخر، اعملي له ادمت. هيك تمام، كل هون. توكل على الله، اللي بيجي وانت اثناء الشرح بتعملي له ادمت، هو بيطلع امامك على السريع. السلام عليكم، أنا شذى غرايبة. رح أشرح اليوم عن الـ Voice Search. أول إشي رح نبلش بـ Introduction of Voice Search، بعدين رح نحكي عن الـ Voice Search، How Voice Search Different عن Traditional Search، ورح نحكي مبدأ الـ Voice Search، How Google Assistant Work، ورح نحكي عن إيجابيات وسلبيات الـ Voice Search. تمام؟ تمام. يعني انت هنا متجهه على الجوجل مباشره. طب الكونسبت تاع الكونسبت تاع الفويس سيرش كيف بتتم؟ انا راح اشرح اول شيء عن كلهم بشكل عام عن الفويس سيرش، بعدين راح نحكي كيف جوجل اسيستنت يعني بالذات كيف راح يبحث ويعني يستقبلوا هيك. طيب تفضلي. يعني مش عن بس جوجل، انه هيك ثلاث عشان نفهم كيف بيشتغل يعني كله بشكل عام. طيب تفضلي. اول اشي ايش معنى شو يعني الفويس سيرش؟ الفويس سيرش هو بيجمع بين السيرش ريكوجنايزيشن تكنولوجي مع الانجن كيورد كويريز، لحتى المستخدم لحتى يمكن المستخدم من انه ينطق الاسئله بدل ما يكتبها. تمام. وحتى البرنامج، وبعدين البرنامج بيستوعب ايش بحكي، وبعدين ببحث له بمحركات البحث انه ببحث عن الشيء اللي حكاه اليوزر، وحتى يطلع له الاجابه اللي لها علاقه بالسؤال. يعني رجعنا، شو الفرق يا شذا بينه وبين السبوكن تيرم ديدكشن؟ إن الفويس سيرش بس اليوزر بحكي السؤال، بعدين هو بتعرف بشوف إيش اليوزر حكى، بعدين بروح ببحث عنه بالمحركات البحث. طيب بطلع النتيجة. صفى question answering system صح؟ يعني هو هيك مبدأ عمله. طيب، يعني لو بدي أسألك سؤال من خلال قراءتك، يعني قريتي بيبرز عن الموضوع؟ يعني شفتي بيبرز عن الموضوع؟
يعني هيك يعني يعني لو كان عندي مقطع صوتي واحد حكى لواحد سأقتلك في يوم كذا وكذا تمام حكى حكي وهذا الحكي كان مسجل بس مش معروف متى تم تسجيله موجود ضمن رسائل صوتية ولكن أي رسالة فيهن مش معروف ومحناش عارفين يعني لا الديت ولا التايم وفي عندنا هيوج داتا وبدنا نروح نبحث عن هذا المقطع إنه سأقتلك في يوم كذا وكذا ها ضمن ضمن هالأوديو فايلز هذولا كلياتهم مش هذا فويس سيرش ولا بس هو البحث عن هذا المقطع هذا spoken term detection software لكن لو بدي مثلا مش بس اني اشوف المقطع اللي انحكى بدي اتأكد مين صاحبه اكسارت فويس سيرش مش عارف عنك شو رأيك لانه انا المرة الماضية لما طرحت لعمار حكيت له لما حكى عن spoken term detection قلت له لو استخدمنا question answering system يعني أنا طرحت سؤال ومن فتح القدس وهذا by voice بعدين بدي أروح أدور أو أجيب الدوكيومنت اللي بيحتوي على إجابة هذا السؤال على شكل ملف صوتي لكن أنا هنا لما نقول voice search البحث عن صوت معين هل هو بحث عن speech؟ شو الفرق بين الفويس والسبيتش؟ طيب على كل حال كملي يعني هي أحد التطبيقات ممكن تكون الكيوري انسرينج او الكويشن انسرينج سيستم احد التطبيقات بس مش مشكله كملي تفضلي يعني انا اللي بحثت عنه هذا التعريف هذا التعريف جبتيه من بيبر ولا يعني هيك من مو انا يعني انا على ايش ركزت هون انه مثل تطبيقات جوجل اسيستنت وسيري وهيك لا قصدي تعريف الفويس سيرش اخذته من شركه لينوفو شبكة إيش؟ شركة التليفونات. آه، طب ليش أنت كريسيرتشر يا شذا؟ معلش يعني. بحثت بيبرات وهيك يعني معلومات. الشركة بتنظر لأي شيء من ناحية أبليكيشن. بتنظر له من ناحية ريسيرتش وتعريف علمي دقيق. الشركات كلها تجارية بهمها الفلوس والمصاري وبالتالي بتنظر للتطبيقات. لكن التعريف العلمي الدقيق اللي هو الريسيرش غير مختلف على العموم مش مشكلة هاي أحد تطبيقاته تفضلي كملي السلايد الثاني سلايد الثاني خلص احنا يعني خلينا نقول ناقشنا الموضوع هذا يعني بنحب نناقش كل شغلة طيب تفضلي هلا تطبيقات examples على الفويس سيرش مثل جوجل اسيستنت انه هو تطبيق برمج انه يستمع لصوت الانسان بس نحكي اوكي جوجل ببلش يسمع للاوامر ويطلع لك النتيجه المثال الثاني اللي هو هذا يعني زي فويس سيستم اللي هو بنفذ او زي اوبريتنج سيستم يوزنج فويس يعني لما كانوا يعملوا operating system على الساوند open machine تفتح الجهاز يشغل start تظهر قائمة start open folder بنفذ الأوامر via voice يسموه via voice system تمام via voice system طبعا ممكن يكون هذا مفيد للناس اللي ما بيقدروش يشوفوا بس برضو هم يعني بالنهاية
راح يحتاجوا يعرفوا انه هل الامر تنفذ صح او لا. ولكن اللي اهم منه speech recognition، انه انا اتكلم والورد يطبع لحاله. تمام، تفضلي كملي. السيري، السيري هو part من ابل اي او اس، بيستخدم using voice queries and natural language user interface، يعني بيستخدم الفويس استعلامات الصوت وواجهة المستخدم، يعني بيستخدمها اليوزرز لحتى يجاوب عن الأسئلة. و أليكسا، وأليكسا آخر إشي إنه هو بربط نفسه مع أجهزة البيت الذكية ولحتى نفذ الأوامر، وبيشتغل لما نحكي له أليكسا أو أمازون، ومتوفر بلغة. هذولا بعض التطبيقات على الفويس سيرش. على الفويس سيرش. طيب تفضلي كملي. بعض الستاتستيكال للفويس سيرش انه 60% من المستخدمين اللي بيستخدموا سمارت فون استخدموه مرة واحدة بالسنة، وكمان تين ايجرز 55% منهم استخدموه بشكل يومي، وانه جوجل هوم انه فازت كانت بتجاوب على الاسئله بطريقه صحيحه بنسبه 81%. واكثر اكثر الكيوردز اللي بيستخدموها الفويس سيرش بيحكوا بيستلموا عنها هاو وات وبيست. تمام. هلا الفويس سيرش ايش بيختلف عن التراديشنال سيرش؟ البحث الصوتي ايش بفرق عن البحث انه كتابي؟ احنا موضوعنا البحث الصوتي، فانت راح ذهنك مباشره لوين؟ للسيرش انجنز، محركات البحث. محركات البحث بتبحث عاده بتجاوبنا على اسئله، يعني ممكن اقول له what is python، إذا قلت له what is python ترى الجوجل سيرش بفهم إنه هذا السؤال لأنه بدأ ب WH. ولكن مفهوم السيرش ترى بتعدى عملية الكيوري، بس مش مشكلة. يعني هي معظم إحنا شغلنا على السيرش هو نوع من الاستفسار بالنهاية كلياته، إنه بدي أرجع شغلة. طيب تفضلي. هلا إيش بيختلف الفويس سيرش عن التراديشنال سيرش؟ أول إشي إنه الفويس سيرش كيوردز بيكون أطول وكونفرزيشنالي أكثر. لما نحكي مثلاً لما بالكتابة بنكتب مثلاً بدنا نبحث إنه على طريقة عمل الكيك، بنكتب ميك كيك أو إنه شو هي طريقة عملها. أما بالفويس سيرش بنحكي هاي أليكسا هاو دو أي ميك كيك أت هوم، يعني نسأل سؤال كامل بيكون أطول بالفويس سيرش. يعني احنا بالتكست سيرش العادي بنستخدم سم كيورد والسيرش انجن بتولى الباقي، لكن هون احنا مضطرين نسال السؤال كامل لانه احنا نتحدث كامل ماشي. الفرق الثاني انه لوكال ليستنج سيرش ار ا برايوريتي فور فويس، يعني في أولويات إنه ببحث بالأولويات اللي مش يعني بشكل عام، ببحث بالأولويات اللي إلك وببحث على الأشياء القريبة منك، يعني القريبة من اللي بتكلم. فإنه people use voice search or find place to visit or hotel to stay or restaurant، أو كمان ببحث إنه إيش الوقت ولا كيف الطقس. تمام تفضلي كملي. هلا جوجل اسيستنت كيف بيشتغل بشكل عام علشان نعرف ايش الطريقه اللي بيشتغل فيها. اول شيء بيكون عندنا السبيتش ريكوجنايزر. السبيتش ريكوجنايزر بنشئ استعلام منطوق، وبعدين بس ينشئ الاستعلام بيروح على السيرش كومبوننت. الريزلت اللي من السبيتش ريكوجنايزر
الريزلت التوب ريزلت لها بجمعها مع السيرش كومبوننت. السيرش كومبوننت تكون فيها كمية كبيرة من البيانات اللي ببحث فيها بالشبكة. وآخر إشي علشان يعرضن النتيجة بروح على الديالوج مانجر. يعني السبيتش ريكوجنايزر بيحول الفويس إلى تكست. إلى تكست. وبعدين بروح ببحث على ببحث بالتكست بالسيرش. وبعدين برجع على الديالوج مانجر حتى يحول هذا التكست مرة ثانية إلى سبيتش. لا بيطلع له النتيجة لحتى يفهمها اليوزر. بيطلع له النتيجة. بطلع له النتيجة على شكل تكست. أفضل نتيجة تكست. على شكل تكست. يعني أنا هون الفرق الوحيد بالفويس سيرش إنه أنا بس حكيت طلبي حكي، ما كتبتوش كتابة. معناه إحنا هون رجعنا للمربع الأول، له مربع السبيتش ريكوجنايزر. لكن الفكرة اللي طرحتها عليك هي كانت في ذهني، هي كان يعني اللي كنت حاب انك تكتبي عليه تكتبيها او تكتبي عنها، اللي هو اذا كان عندي مقطع صوتي، مقطع صوتي شخص بيهدد واحد، لكن احنا مش عارفين مين هو هذا الشخص، مش عارفين هذا المقطع الصوتي باي ملف موجود، باي رسالة، ومتى انحكى، او بدنا ترجع لنا الرساله اللي عندي مجموعه من الاوديو فايلز متعدده مسجله، رسائل صوتيه وغير صوتيه على الواتساب على الماسنجر على خلافيه، هاي كلها ويب فايلز جمعناها وبدنا ندور على هذا المقطع الصوتي ضمن هاي الاصوات كلها. وبعدين بس ترجع لنا بنقول تفضل هذا هو الويب فايل اللي بيحتوي على هذا المقطع الصوتي، هاي الفويس، ها الفويس سيرش. الان اللي انت رحتي له وين؟ انت رحتي على السيرش انجن يوزنج فيا فويس سيستم. انت عملتي فيا فويس سيرش انجن، هذا اللي انت حكيتي عنه، فيا فويس سيرش انجن، محرك بحث باستخدام الصوت بس. وبعدين يعني لو بدنا نحسن على يعني على الدايجرام تاعك هذا دايلوج مانجر هذا ما بدنا يعطينا الريزلت، مع اني انا سالتك فيا فويس اذا اذا في ناس بدهم يعملوا ادمت تدخليهم عندك يا عبير يا شذا، لانه ما في تمام، في رسائل كثير بتيجي. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. الديالوج مانجر لازم يرجع يجاوبني بما اني انا سالته يوزنج سبيتش، لازم يرجع يجاوبني at the same manner بسبيتش، فصارت سبيتش تو تكست، تكست تو سبيتش. يعني المرحله الاخيره اذا بدي اعمل فيا فويس سيرش انجن فول سيرش انجن لازم يكون سبيتش تو تكست اند تكست تو سبيتش، تمام. لكن ما قصدته انا الموضوع اكبر من هيك، يعني المفروض يرد. لا هذا اللي انت شرحتي عنه اتس اكسبتبل، ما فيش مشكله، يعني احنا يعني نستفيد شو اللي بصير، لانه حتى تطبيقات السبيتش ريكوجنايزر. لكن الموضوع له كثير مجالات، الموضوع اللي انا قصدت عنه بدخل بالتحقيقات الجنائيه الرقميه بالفورنزكس. لو بعرف هيك ما انا يعني انا اصلا بالبحث كل اللي بحثت عنه انه على مجال انه السيرش هيك السيرش مش مشكله، ما قلت لك خلص اتس اوكي، بس انا اللي كان بقصده عشان الشباب يستفيدوا من الموضوع، وهاي تعتبر يعني حركه بحثيه، انه انا عندي مقطع صوتي بدي ادور عليه مجموعه اوديو فايلز، وات شود اي دو؟ حدا عنده افكار؟ ما بتشبه اللي شرحه عمار المره الماضيه، هذيك سبوكن تيرم ديدكشن. السؤال مين اللي معي، مين اللي سولف؟ هذا انا يعني محمد. محمد مرعي. محمد دكتور محمد. محمد مرعي مش هيك؟ طيب
حياك الله. بقول انه عندي دكتور محمد مرعي عندي مقطع صوتي، عندي مقطع صوتي، المقطع صوتي فيه تهديد، واحد بيقول له واحد سأقتلك في يوم كذا وكذا. الآن هذا المقطع الصوتي بدنا نعتبر حالنا محققين، انت كاي تي او ك يعني شخص استخدمت مثلا السيجنالز او عندك فكرة عن السيجنالز، هذا المقطع الصوتي بدك تروح تبحث في مجموعة من الاوديو فايلز لملمناها من وين. هاي الاوديو فايلز كانت على جهاز وعلى موبايل الشخص المجني عليه، هذا الرجل قتل، ولكن في رسالة تهديد صوتية مقطع لقيناه، ولكن هذا المقطع بدنا نعرف بهالاوديو فايلز هذول كلهن وبالرسائل اللي جنه وين الرسالة اللي ذكر فيها هذا المقطع ومتى ومين صاحب هاي الرسالة. فبدنا نروح ندور بالاوديو فايلز. كيف بدي ادور بالاوديو فايلز؟ على بدور صوت جوا صوت على مقطع صوتي ضمن مجموعة من ملفات الصوت. هذا هو الفويس سيرج، الفويس سيرج، او اذا شئت انك تطلق عليه اسم سيجنال سيرج كمان بصير، بس انا ما عندي اشارة سرية، انا عندي مقطع صوتي فيه تهديد مش عارف مين صاحبه ولا عارف الرسالة متى اجت. وفي عندي الاوديو فايل، الاوديو فايلز اللي على السيستم للمجني عليه سواء كانت موبايله او اجهزة اللابتوب بتاعه او الديسكتوب، لملمناهن كلهن وقلنا بدنا نعمل سيستم يأخذ المقطع الصوتي ويلف على هالملفات الصوتية هاي كلها ويشوف لي بأي رسالة ذكر هذا المقطع. طيب دكتور، هذا في يعني نون ابروتش معروف على هذا الموضوع، في شيء بسموه شادو تكست، تمام؟ يعني اللي بيكون كل مقطع صوتي، طبعا المسجز لما بيكون في عندي انا مسجز هيستوري بيكون في تايم لوج بجنبها، اوكي، تيبل زي الليبل، تمام؟ كل مقطع صوتي بيكون يعني كورسبوندد له شيء بيسموه شادو تكست. هسه الشادو تكست هذا شلون انا بحصله؟ كل مقطع صوتي بفوته على سبيتش ريكوجنايزر، السبيتش ريكوجنايزر هذا بيطلع لي شو الاوتيرانس، بيحوله من سبوكن لانجويج تكست لريتن. نعم، وبيخزنه بالشادو تكست. هسه لما بده يصير سيرش، انا وين بدي اروح ادور على مقطع صوتي؟ بدور بالشادو تكست، فكاني انا قاعد ببحث بتكست مباشره بدون ما ابحث الصوت. هاي الفكره من اللي بيستخدموها بالفويس سيرش ان جنرال. يعني انا فكرت بطريقه اخرى، يعني هذا الشادو تكست لنفرض انه مش موجود، يعني نفرض انه المقطع الصوتي موجود عندنا بيور، يعني خلص ولا معاه ولا اي حاجه، حصلناه بطريقه او باخرى، حصلنا رساله التهديد هاي وبدنا نروح نبحث عنها كسيجنال. فانا بقول بدنا ناخذ المقطع الصوتي هذا وبده يصير عندنا شيء بسموه الويف سيميلاريتي، اعمل سيجمنتيشن للاوديو فايلز اللي موجوده عندي كسيجنالز، واقارن السيجنال تاعت هذا الصوت مع البارت اللي انا عملت له سيجمنتيشن ملف ملف سيكوينشلي. طبعا راح تاخذ هيوج تايم، ولكن هل من الممكن انه نحسن على هاي الطريقه اكثر؟ يعني بدل الويف سيميلاريتي اعمل شيء اخر، يعني اعمل استخدم المشين ليرنينج، استخدم الديب ليرنينج، استخدم اي حاجه يعني ممكن تخلي عمليه السيرش سريعه جدا، طلع لي الاوديو اللي موجود فيه هذا الصوت يم كتارجت، يقول لي هاي الرساله اجت من الشخص الفلاني الساعه الفلانيه وهذا الاوديو اللي موجود فيه على السريع. دكتور، ما ممكن نستفيد من الايموشن تاع الداتا اللي عم ندور عليها بحيث نعمل فلترينج؟ احسنتي، هاي طريقه حلوه، يعني هاي فكره حلوه، انه هاي رسالة تهديد وبالتالي هذا اموشن، اكيد اللي بده يهدد راح يكون في حالة ايش؟ في حالة انفعال، مزبوط ولا لا؟ فانا بحصر الاوديو فايل. ستريس ديتكشن، بحكي كمان ستريس ديتكشن ممكن يساعد، ممكن يساعد
على أساس أحصل الأوديو فايلز اللي فيهن ستريس أو فيهن أو فيه نوع من الانفعال. هيك بكون قللت حجم الداتا السيرش سبيس. لكن أنا بدي أروح أبعد. الجوجل لما بيعمل سيرش على التكست بيستخدم تقنية الانفيرتد فايل على الأقل، هذا اللي أول ما بدأ فيه وكان هو أسرع محرك بحث. طريقة الانفيرتد فايل شرحها يعني اللي إذا بتحب أكتب على الإنترنت how the inverted file works وبتشوف كيف طريقة البحث باستخدام الانفيرتد فايل. الآن إحنا موضوعنا مش موضوع تكست الآن، موضوع signals إشارات، موضوع waves. فكيف ممكن نتعامل مع الwaves؟ هل ممكن نستفيد من خصائص الwave؟ هل ممكن نستفيد من الطول، من السيميلاريتي للويفز، من السبيكترم للويف، بحيث نحاول نسرع عملية البحث؟ هاي الفكرة، هي أفكار يعني أنا بطرحها عليكم على أساس أنه يعني تنشط الذاكرة عندك في الأمام، أنه ممكن أنك تسوي سيستم بهذا الاتجاه. وبساعد، ترى هذا بساعد كثير المحققين، بساعد بشكل كبير جداً. ظل عندك شيء يا شذا؟ دكتور بدي اشرح هذول. تفضلي. هلا السبيتش ريكوجنايزر بيستخدم الاكوستيك واللانجويج وطريقه الكلام المنطقه لحتى يحلل صوت المستخدم. مثلا اذا حكى اليوزر فيل ممكن انه يسمعها فيل او فيل او فيل، ممكن انه يسمعها يعني الكلمه اللي حكاها ممكن يفسرها بهايتها. مثلا انه نعم. 22% من الاخطاء ممكن تكون بسبب طريقه نطق اليوزر، و31% من الاخطاء ممكن تكون بسبب النويز اللي موجوده لما حكى. مزبوط. شو بيجي دور مين الان حتى يصحح لنا الوضع؟ هلا في جوجل عملت تريننج لهاي الاشي لحتى يطلع لنا احسن اجابه. فشو قبل الاجابه ارجعي على السلايد يا الان، ارجعي على السلايد اللي قبليه. الان هو حكى فل، لا السلايد اللي بعده الفل والفل والفيل. هاي ايوه. الان انت بتقولي to be precise 22 where error due to pronunciation. البرونونسيشن فاريشن اللي هي التغير اللي بينتج عن النطق نتيجه مؤثرات خارجيه او نتيجه الشخص نفسه، ممكن يكون في عنده مشكله بالنطق وبالتالي عمليه البرونونسيشن للكلمه ما طلعت صحيحه منه. في منهم ممكن يكون النطق عنده سليم لكن مرشح، الانسان لما برشح النطق عنده شوي بتخلخل. مزبوط ولا لا؟ بختنق. مزبوط. فما بيلعب دور اللانجوج موديل هون انه يعطيني البروبابيليتي انه هاي الكلمه تكون فيل مش فيل مش فيل. بالضبط. اكيد بتكون في اللانجوج موديل هون. اللانجوج موديل اللي هو البروبابيليتي انه هاي الكلمه هي هيك او هيك او هيك. مزبوط. جوجل اسيستنت بتستخدم هيدن ماكروف موديل والغاوسينج ميكستشر موديل، استخدمهم دول الاثنين مع بعض علشان يميزوا شو الكلمه المنطوقه. نعم يميزوا ايش الكلمه الصح. تفضل. هون انه جوجل استخدمت الويب سكور، اللي هي الويب سكور بتتكون اللي هي مزيج من الهيدن ماركوف موديل والغاوسن ميكستشر موديل. distribution Gaussian mixture distribution توزيع إحصائي. ال Gaussian mixture it is not a model it is a distribution. distribution مش model. أوكي. أخذت توزيعات الإحصائية شذا بالبكالوريوس بمواد الإحصاء. شو هي؟ البرنولي، النورمال ديستريبيوشن، الغاوسيان ديستريبيوشن، في عندنا بحدود 12 ديستريبيوشن تقريبا.
على العموم مش مشكلة. أحدها طبعا الجاوسيان ديستريبيوشن لو التوزيع الإحصائي للبيانات, وهذا كل توزيع إله مين وفاريانس وإله فاليو للفاريانس مقدارها, إله معادلات مختلفة, كل واحد إله معادلة مختلفة وكل واحد يستخدم في ظروف مختلفة عن الأخرى حسب البروبلم اللي عندي. فالبروبلم اللي عندي معظم بروبلم بتاعت السبيتش بتستخدم الجاوسيان لأنه يعني عملية التوزيع للداتا بتكون دقيقة ومتباعدة عن بعضها, أو بحاول إنه يعطيني الحد يعني الحد الأعلى من البوردرز بين البيانات. تفضلي كملي. هلا الويب سكور بيشوف كم بحذر إنه بيركز على كم مرة حذر إنه حكيك صحيح, وبعمل فلتر للحكي اللي انت بتحكيه, وبشيل الكلمات اللي هاي مثل اور واوف وان. هلا رح نشرح بس خلصنا السبيتش ريكوجنايزر, ننتقل للمرحله اللي وراها اللي هي السبيتش كومبوننت. الريزلت من السبيتش ريكوجنايزر وبشوفها إذا بتطابق مع الـ data search الموجودة, ولحتى يطلعنا النتائج وأي شيء بحكي اليوزر بيحاولوا لـ digital data, وبعدين ببلش يبحث عن الإشياء اللي حكاها اليوزر. طيب تفضلي كملي. component الثالث dialog manager إيش؟ الكومبوننت الثالثي ولا ظل في عندك إشي؟ لا بدي احكي هون ايش الخبر, ايش الموديل اللي بستخدمه لحتى يبحث. نعم تفضلي. بستخدم الفيكتور سبيس موديلنج اللي هو بسم الله الفيكتور سبيس فيكتور سبيس موديلنج انه كيف هو الريتريفال اللي هو شو انفورميشن ريتريفال سيستم. تمام. الدوكيومنت بيقسمه الى كيوردز, وهي الكيوردز بتكون كيورد بحطها انه دايمنشن لحتى يكون عندنا ان دايمنشن للفيكتور سبيك. بعدين الدوكيومنت كلياته بيكون على شكل فيكتور بترم سبيس, ومكان الفيكتور هاد البوزيشن اللي بيكون مع اكثر من فيكتور بيكون بشوف أكثر من فيكتور متشابهات لإله حتى يطلع لنا النتيجة, يعني ببحث هيك. هاي هذا ترى الفيكتور سبيس موديلينج هذا يعني هو نفسه الانفيرتد فايل, لأنه أنت بتحولت السبيتش لتكست والآن تبحث عنه داخل الجوجل ونفسه. وبعدين عملية الآن عملية السيميلاريتي صارت على بناء على ايش السيميلاريتي, شو بيستخدم السيميلاريتي ميجرز اللي بيستخدمها او الفانكشنز او الميجرز. نعم شو السيميلاريتي اللي ممكن تستخدم في حاله الفيكتورز. اكثر ايش احنا استخدمناه اذا بتتذكري بالناتشرال شو استخدمنا ذاكريتو سيميلاريتي, ذاكري الكوساين سيميلاريتي. لا مش كثير. طيب تفضلي كملي كملي. ايش هو لا انا بسالك عن الكوساين سيميلاريتي بتوين الفيكتورز, مش حولنا كل دوكيومنت الكيوري والدوكيومنتس حولناها الى فيكتورز. مزبوط. تيرم عباره عن مجموعه من التيرمز, وبعدين سوينا بيناتهم السيميلاريتي عشان نوجد الكيوري هاي وين موجودة بأحسن دوكيومنت. مظبوط. يعني متشابهة مع أي دوكيومنت أكثر إشي. مظبوط. مظبوط. طيب تفضلي كملي. نفس المبدأ. تمام. هلأ بالآخر إشي إنه بجمع النتائج مع إيش السؤال, يعني بالسبيتش ريكوجنايزر ايش الاستعلامي اللي حكاه وشو اسمه, وببحث وبطلع يعني بطلع النتيجه تبعت اللي بحث عنها
يعني هيك مختصر إنه حكى اليوزر حكى بعدين راح بحث عنها طلع داتا كبيرة وهلأ آخر إشي بعطينا نتائج. كيف كيف السيستم هاي كيف بده يعرض النتائج حتى بطريقة إنه يفهمها اليوزر؟ ففي عنا الديالوج مانيجر. تمام، الديالوج مانيجر أول إشي بشوف إذا في ambiguity، إذا في غموض بالنتائج مثلاً. إذا يعني هذا post processing خالص، يعني اللي طلعوا بده يعملوا post processing، سواء يشير الامبيجيوتي، إذا في إشي بده استبدال بإشي آخر بستبدله. تمام، وإذا في يعني categorization classification بده يعملها بعملها هاي post processing حتى يحسن النتائج اللي طلعت، مش هيك؟ حتى يحسن النتائج اللي بتطلع لنا بيستعين بوجود تطبيقات، يعني تطبيقات ثانية بيستخدمها اليوزر، يعني تطبيقات جوجل الأخرى بيستعين فيها حتى يطلع له أفضل نتيجة لليوزر. طيب ماشي يا شذا، خلاص لأنه ما ظلش معنا غير ثلاث دقائق، خلاص ظل عندك كملي تفضلي. خلاص احنا الأمور خلاص واضحة لنا، انه بحكي انه لما يستخدم الفون، يعني لما يستخدم الموبايل غير انه لما يستخدم الفويس سيرش، مش اكثر هي بالموبايل، فانه WH question هي بتكون اكثر بالفويس، بتكون اكثر بيستخدموها اكثر من انه هم لما يكونوا مثلا قاعدين بالبيت او هيك. طيب ماشي على بركة الله، تفضلي كملي. بس هاي بالمختصر اللي حكينا، بس احكي الايجابيات والسلبيات. يعني خلص احنا الامور وصلت، مش مشكلة، بدك تحكين بس معك دقيقة، تفضلي على السريع. بس انه بايجابياته انه بيوفر لنا كثير وقت وانه مريح، بس انه سلبياته شو هي؟ انه ممكن انه ما يفهم سؤالنا ويعطينا نتيجة غلط، او ممكن انه يتصنت علينا، يعني يشوف ان احنا ايش قاعدين نحكي بس انه احنا ما بدنا اياه يسمع. بس هاي بطلت تصير مشكله، لانه اللي منكم بحث بمن يملك الانترنت، طبعا حسب المعلومه الخاطئه اللي كنا ناخذها يقولوا لك من يملك الانترنت، الجواب لا احد يملك الانترنت. لا، اللي بملك الانترنت عباره عن 6 شركات يهوديه على مستوى العالم، وانا مستعد ابعث لكم المعلومه، والمعلومه دقيقه جدا اللي بحكيها. بتمتلك الكيبلات اللي أندر سيز، بتمتلك كل إشي، فأفري سينجل بيت إحنا منتناقلوا بين بعض إتسين، لا تخافوش. يعني يتصنتوا ولا ما يتصنتوا، هم متصنتين ومخلصين ولاعنين حرسينا، فتوكلوا على الله، ما فيش مشكلة. خلص هيك؟ في حدا عنده أي سؤال يا شباب؟ يعطيك العافية سيدة. يعطيك العافية. طيب الله يعطيك العافية دكتور. معناته المرة الجاية محمود عتوم. نعم دكتور. نعم نعم. بكرة استراحة بعد بكرة. ماشي الحال. إن شاء الله إن شاء الله دكتور. الله يعطيك العافية وتصبح على خير جميعا. لا قف خير دكتور. وأعتذر مرة ثانية على التأخير. لا عادي دكتور. الله يعطيك العافية تصبح على خير. السلام عليكم. هذا دكتور في قلبي. اعملي إنهاء من عندك يا. شذلان الهوست معك. اي عملت. اوكي. اندميت.